بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نكمل المساله اللي احنا بدأناها. كنا الاول كنت انا عايز اخفض للفاونديشن ليفل، الاول كان سالب 6 ودلوقتي الفاونديشن ليفل سالب 10. ايه الاختلاف بقى؟ ان انا هنا عادي ده منسوب مين؟ الزيرو. وبعدين انزلت فيه 3 متر عشان اوصل لمين؟ اوصل لي اللي هو الانيشال جراوند ووتر تيبل. وقال لك منسوب قاع الحفر بقى 7، يبقى انت دلوقتي نزلت عند منسوب كام؟ عند منسوب سالب 10. طب ايه بقى الفكره؟ ايه الفكره اللي هتظهر؟ انت لو رسمت نفس المساله اللي فاتت، بس كل الفكره ان انا خليت ده بدل ما كان 3 في المساله اللي فاتت كان دلوقتي بقى ب7. فايه اللي حصل بقى؟ المسافه بتاعت تخفيض منسوب الميه، انت عايز تخفض من ليفل ده الليفل ده، بقت كام؟ بقت 7.5. يبقى انا بالنسبه لي 7.5 اكبر من 5، فما ينفعش ان انا استخدم سنجل مين؟ سنجل ستيج. فانا هلجأ ان انا استخدم دبل ستيج، يعني كده دي مش بقت نافع. فالحاله بقى الدبل، ركز بقى الدبل، ايه اللي انا عملته في الدبل؟ الدبل ان انا في الاول عملت بر، يعني انا اول حاجه في المساله عملت بر. هنا ان انا نزلت عملت برم زي المساله الاولى عشان كانت سايف الاستاتيك هيد، فانت يفضل انك هنا لازم تمشي بنفس الكونسبت بتاع الاولى عشان انت اصلا ما تغلطش، لان انت مثلا لو بدات حطيت الفيرست ستيج هنا هيحصل ان الاستاتيك هيد هيكون اكبر من 7 فترجع تعيد ديزاين للمساله. لا انا من الاول بقى خلاص طالما عارف ان الاستاتيك هيد اصلا ما كانش مسايف في المساله الثانيه، فانا ايه حط ايه هنزل اعمل بيرم. تمام، انزل اعمل بيرم زي ما انا عملته بالظبط، كان عندي سالب 2.5 وطلعت عندي اللي هو الويل او الرايزرز، وبعد كده عملت الهيدر بامب اللي هي بتبقى على مسافه نص متر، فالليفل بتاعها سالب 2، فالليفل ده سالب 2.5، ده اول منسوب. وطبعا منسوب الميه على سالب 3، هتنزل برده بميل عشان تعمل تاني ستيج. تاني ستيج بقى تعملها على ليفل كام؟ براحتك انت. يعني هنا مثلا عملتها سالب 6، تمام، سالب 6 في المساله. طب لما تطلع فوق انت هتقل نص بقى، يبقى تطرح نص، يبقى سالب 5.5. تمام، انت فوق بقى تزود اللي هو نص، يبقى سالب 5.5. النقطه بقى المهمه، النقطة المهمة ان الجزء ده برضه هيفضل نص، يعني انت لما تيجي تخفض برضه اللي هي الستيج الاولى، خلي بالك دي كده الجزء بتاع الستيج الاولى. طب الستيج الاولى هتهبطها لغاية فين؟ قال لك هتهبطها انك تنزل من الستيج الثانية، بداية الستيج الثانية تنزل نص متر، عشان دي ما تلخبطكش بقى. يبقى انت هنا محتاج انك تنزل لغايه ليفل 6.5، سالب 6.5. لازم تحدد المناسيب دي في الاول في بدايه المساله. انت هنا سالب 6 وقلت لك هنطلع اللي هو النص ده عشان توصل للهيدر بايب، تمام؟ وبعدين هنا يا شباب تنزل اللي هي النص متر اللي احنا اصلا كنا بننزلها هنا. عادي جدا للمرحله الاولى، كل مرحله وليها ايه بتاعها. وبعدين تنزل وتكمل بقى عادي بقى، انت دلوقتي بقيت سالب 6 وبعدين تنزل هنا لغايه سالب 10، ودي نص اهي محتفظ ايه؟ محتفظ بيها. فالاتش الباقيه دي هتبقى 15، خلي بالك بقى انا في الستيج الاولى. والحته دي خاصه بالستيج الثانيه. فانت هتشتغل كل منطقه لحده وبنفس القوانين، ان انت عندك اللي هو بارشالي بنتريشن وفي نفس الوقت برضو ان كونفايند، وفي نفس الوقت برضو انت عندك اللي هو وان سورس مش عندك تو سورس، فانت هتعوض في نفس القوانين. وخلي بالك الستيج الاولى دي هتطلع نفس الحاله الاولى. طب تعالى نجرب كده، ادي القانون الاول اتش بيساوي اتش ووتر في. طب الاتش في كام بقى؟ الاتش هتتقاس من اول فين؟ ما احنا ركز بقى في النقطه دي، الاتش هتتقاس انت الميه فين بتاعتك؟ احنا قلنا الاتش بتتقاس من اول منسوب ده زي في المساله الاولى. احنا كنا بنقيس الاتش ازاي هنا لما طلعنا فوق عشان بس تبقى واضحه؟ لما عملنا بيرم، بسم الله انزل كده شويه، الاتش هنا كانت بكام؟ كانت ب18.5. فال 18.5 دي كانت جايه منين؟ يعني كانت جايه منين؟ ركز بقى في النقطه دي، انك انت دلوقتي كانت في المرحلة الأولى إن هي 18.5 هنا، أهي ما إحنا قلنا دي الإتش، تمام؟ طب في المسألة بقى بتاعتنا، ركز بقى هنمشي بنفس السيكونس، ارجع بقى للمسألة بتاعتنا، أهي فين بقى أنت عايز تبدأ أهو؟ مش أنت ده اللي إحنا كنا عايزين نخفض منه في الستيج الأولى للآخر اللي هي دي أهو، أهي دي الإتش بالنسبة لي اللي أنا عايز برضو إن أنا أشتغل عليها. فالإتش بكام؟ ب18.5. افرض واحد كان عمل، افرض كان واحد خلى المنسوب ده مثلا سالب 7 مثلا، سالب 7، فده يكون كام؟ سالب 7.5. فانت الاتش بتاعتك في المرحله دي هتبقى 17.5. فانت ركز في الكونسبت بتاعك انت اللي بتختار. فهنا طلعت هتبقى نفس اللي فاتت، هيطلع عندي اطلع الاتش ووتر من هنا 17.63 باعتبار السيب 1500 والكي معايا.
واطلع ال اللي نوت هتطلع نفس القانون اللي فات، ما السي ب 1500 والاتش. طب الاتش في المساله بكام؟ طب ما الاتش برضو بتتقاس من ليفل منسوب الميه للاخر خالص، ليفل منسوب الميه اللي انت شغال عليه اهو. عايز ده الاتش بالنسبه لي كلها. قلنا من منسوب الجراوند ووتر تيبل، خلي بالك ده بقى الجراوند ووتر تيبل الاصلي، ما انت لسه هتخفض من عنده للستيج الاولى، انت بتخفض من البدايه من سالب 3 لغايه ما توصل كام؟ لغايه ما توصل سالب 25. المرحله الثانيه انت هتخفض من اول فين؟ يعني الاتش بتاعتك هتبقى من اول هنا. يعني ركز، لما نيجي للستيج الثانيه هنعرف احنا هنخفض من اول فين. هنختار الاتش، والاتش مين؟ الاتش سمول. فتعالى نكمل بقى. فالاتش كابيتال بالنسبه لك ان منسوب الميه كان هنا، طب وانت اصلا نهايه الطبقه فين؟ اهو. طب يبقى المسافه كام بالنسبه لك؟ 22. وتكمل تطلع من هنا ال نود. برضو الاستاتيك هيد بقى، الاستاتيك هيد بيتقاس مثلا دي الام، او الام بتتقاس من اول هنا، الام دي من سالب 2 لسالب 25، يبقى مسافه الام كلها اللي هي كام؟ 23. تمام؟ اللي هو 25 ناقص 2 ناقص الاتش دبليو، الاتش دبليو انا مطلعها زائد 1 هيطلع 6 وانت 3 7، عشان كده قلت لك البرم يفضل انك تعمله من الاول. فهيديني بالنسبه لي اقل من 7 فالسكشن سيف بالنسبه لي. كنا بنطلع حاجه اسمها البي، ايه البي دي؟ البي كانت الفرق بين الاتش والاتش ووتر زي ما احنا قلنا في الخطوات اللي فاتت. فهتلاقي نفسك بتمشي نفس الستبس، يعني انا مش هكمل مساله بحيث انك هتمشي نفس الستبس بتاعت المساله الاولى برضو. هنا ان الاتش ار اللي انا كنت بخفضها 3.5، 3.5 اهو الاتش ار، انا عايز اخفض كام بقى المره دي؟ 3.5 في المساله. فانت هتيجي من هنا فين؟ 3.5، ادي 3.5 تمام. وانت عايز برضو ان هي ميديوم ساند توصل بينهم، وانت عندك ميديوم ساند اهو، فانت برضو فين؟ برضو اهو 1 ومين؟ 1.5 بالنسبه لك الايه. ركز بقى في النقطه دي، كانت يبقى كده خلصنا منين؟ الاتش ار اللي انت تخفضها بالنسبه لي 3، فهتلاقي الايه 1.5، وبعد كده تجيب الكيو بتاعت الويل تضرب. وبعد كده شباب نكمل بقى، ركز بقى في النقطه بقى اللي هي بتاعت البريمترز. انت رحت حاطط فين؟ على ليفل سالب 2.5، سالب 2.5 اهو، وده سالب 6. تعالى نحسب، مش احنا قلنا هنمشي في المساله اللي فاتت 25، وبعد كده قلنا انت عايز توصل لكام؟ لسالب 6، للليفل ده سالب 6. فالفرق بينهم قد ايه؟ فرق بينهم 4، طبعا 4 دي فيرتيكال، واحنا قلنا الميل 2 هوريزونتال و1 فيرتيكال، فانت مشيت فيرتيكال 4، يبقى مشيت هوريزونتال كام؟ 8، 8 لغايه هنا. كنا قلنا المسافه من اول اللي هي الجزء ده لما نيجي نحط اللي هو الرايزر، المسافه دي ب1. خلي بالك انت مش في الاول، انت في التاني بقى فوق، فانت هتمشي 1 هنا و1 هنا 2، يبقى عرض البرمي بالنسبه لي ده 2. طب وبعد كده هتطلع من ليفل كام؟ من سالب 6 لسالب 2.5، اللي هي المسافه 3.5 فيرتيكال، فافقيه بتاعتها تبقى ب7، وبعدين تزود كام بقى؟ تزود 1، يبقى انت دلوقتي عندك كام؟ 25 زائد 8 زائد 2 زائد 7 زائد 1، تضرب ده كله في 2 اهو، 25 زائد 8 زائد 2 زائد 7 ده كله في 2 86. بنفس المبدا هتعمل العرض، يعني كل هتغير بس هتشيل هنا ال 25 اللي هو كان نص الطول، وتحط 15 اللي هو نص العرض. كده انت جبت البريمترز الجديد، تقسمه على الايه تطلع عدد الرايزرز. طب احنا قلنا ان البامب الواحده بتخدم على الاقل 40 رايزر، احنا افترضنا كده، فهي هاندلي 40 رايزر، فهتقسم عدد الرايزرز على اللي هو عدد الرايزرز اللي بتخدمه كل بامب، تطلع عدد مين البامبس. طلعت 5.07، 5.07 مش لازم تطلعها ل6. طب ما لان انت اصلا ما الرينج بتاع اللي هو الرايزرز من 25 ل 60، انت خدت 40، ايه المشكله اما يعدي يكون 42 43؟ مفيش مشكله. فانت هتاخد 5 بامب، ف5 بامب هتخدم لي قد ايه؟ لازم يكون 5 ستاند بايز، احنا ما اتعلمنا. فانت بقى لو عايز تجيب الرايزرز بقى التوتال بقى الجديده على الشغل الجديد 203 على الخمسه، لان انت خدت بامب. فانت كل بامب محتاجه تخدم قد ايه؟ هتخدم 41 رايزر. طب وانت التوتال بتاعك كام؟ 203 رايزرز. فانت قسمه بقى 41 و41 و41 و41، واللي يتبقى البامب الخمسه هتاخده. تمام؟ يعني كله هيبقى مثبت 41، واكيد في بامب في الاخر هتاخد مين؟ عدد اقل. تمام، تعالى بقى نكمل بقى، وتكمل المساله الكيو بامب زي ما احنا اتعلمنا، والاتش ستاتيك، وبعد كده الاتش بي،
وتكمل المساله بتاعتك. خلي بالك بس الرقم اللي هو الاتش ستاتيك كان محسوب في المساله الثانيه، كنت حاطه 6.87، فانا عدلته وهي 6 بوينت كام؟ 3.7، يبقى عندي 16.37 وتكمل المساله بتاعتك عادي جدا. دي مين؟ دي الستيج الاولى. الستيج الاولى هي نفس المساله اللي فاتت بالظبط، ما اتغيرتش اي حاجه. نيجي بقى المهم بقى للستيج الثاني. الستيج الثانيه ركز بقى، انت دلوقتي هتخفض منين؟ انت هتخفض من هنا، يعني هتخفض من سالب 6.5 لغايه فين؟ لغايه 10.5. انت عايز تخفض اتش ار ب 4، يبقى ركز بقى في النقطه دي. هناك انت كنت عايز تخفض اتش ار من سالب 3 لسالب 6.5 اللي هو 3.5 متر، وعايز كمان تخفض كام؟ 4. عشان تخفض التوتال ان الاتش ار اللي احنا كنا حاسبينها في الاول اللي هي 4 زائد 3.5 يديني التوتال 7.5. تمام، فتعالى نكمل بقى المساله. فالفيرست ستيج دي بالنسبه لي بقى مين؟ السكند ستيج، عشان نعدل. يبقى دي مين؟ السكند ستيج بالنسبه لي. تعالى بقى نشوف السكند ستيج هتعمل ايه في المساله. ادي الاتش، الاتش بقى المره دي بقى خلاص بقى انت هنا، انت من اول هنا، يعني انت دي الستيج الثانيه بتاعتك اللي انت بتتعامل معاها. الاتش بتاعتك هي بقى كام؟ ال 14.5، ما انت عايز تنزل اللي هو من عندك، انت عايز توصل لسالب 10.5، والباقي اللي عند نهايه الطبقه بكام؟ اللي هي الباقي ال 25، فيديك كام؟ 14.5. والاتش ووتر بقى تطلعها من هنا 13.83. ال نوت السي. طب الاتش بقى ركز بقى، الاتش الاتش منين؟ انت عايز تخفض منسوب الميه بقى هنا، مش منسوب الميه بقى سالب 3، لا منسوب الميه من سالب 6.5 ل 25. فدي مهم قوي لازم تاخد بالك منها. فاللي هو عباره عن دي الاتش بتاعتي اللي هو 25 ناقص 6.5، هو ده الاتش الجديده بقى 18 مين؟ 18.5. تبدا تحط 18.5 ناقص اتش دبليو وتطلع من هنا كام؟ ال نوت. من ال نوت تعالى نطلع الستاتيك هيد. الستاتيك هيد الام بقى، ركز بقى الام هتتحسب منين؟ الام بقى انت في الستيج الثانيه هتبقى من اول هنا من سالب 5.5 لغايه كام؟ لغايه 25. فمشكله اهو اللي هو عندي 25 ناقص 5.5، دي كده دي الام الجديده بقى بتاعتي، زي ما احنا كنا بنقول ان الام من هنا لغايه هنا في الستيج الاولى. فالام هنا من 25 ل 5.5 دي الام، وتزود عليها او تطرح منها اتش ووتر زائد اللوزز فطلع لك 6.68، اقل من 7 فايه؟ فسيف. لو ان سيف انت محتاج تعمل بيرم كمان، يعني محتاج تعمل بيرم هنا وتنزله. وصلت بقى الفكره كلها هنعمل ايه؟ تعال بقى نكمل المساله بتاعتنا وتطلع البي زي ما احنا قلنا الاتش ناقص الاتش ووتر، ما تنساش ان الاتش دي المرحله الثانيه، وتطلع من هنا الكيو عادي بالقوانين خالص، تعويض مباشر تطلع هنا بعد كده. نيجي بقى لما تيجي تطلع السبيسنج، ما هو الجراوند ووتر لورنج اتغيرت، كانت الخطوه الاولى 3 ودي 4، فانت هتيجي تحط هنا 4 على الديزاين تشارت، والميديوم ساند توصل تلاقي نفسك في الميديوم ساند هنا، فانت اصلا مش بقيت في عند 1.5، ده انت قلت شويه فوليكن 1.3، وتطلع الكيو ويل. طب نيجي برضو البريمترز، البريمترز انت توفي لغايه هنا، طب كام؟ 25 زائد 8 زائد 1 بس، مش هتاخد بقى 2، سيبك من ده كله، يبقى انت توفي لغايه هنا. فانت تطلع البريمترز زي ما احنا اتعلمنا في الخطوه مين؟ المساله اللي فاتت، طلعت البريمترز 232 تقسم احتجت 179 رايزر، فانت كل برضو رايزر هتخدمها كل بامبا يخدم 40، ف 243 4.475 خليهم 5 واقسم اللي هو 203 على 5، يبقى انت اصلا عدد الرايزرز اللي هتخدم البامب 36. فانت هنا وانت اصلا كنت محتاج كام اصلا؟ 179، فانت تقول 36 36 والباقي تطرحه هتحتاج انت ايه؟ 35 مين؟ 35 رايزر. وتطلع الكيو بامب، وبعد كده تطلع مين؟ اللي هو الاتش مين؟ الاتش البامب اللي تقدر تسحب. كده مفروض المساله ان احنا خلصنا الجزء الاول اللي هو الويل بوينت سيستم، وان شاء الله نحل مساله مين؟ اللي هو الجزء الثاني.